جال وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعبة في مجمع كيدس موندو يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة الميديا عماد جمعة، والتقى المسؤولين عن المشروع واطلع على العالم المصغر خدماتياً سياحياً صناعياً علمياً وفنياً. وتحدث بوصعب إلى مئات الأولاد الذين يزورون المشروع من مختلف المدارس ليطلعوا على نموذج مصغر من الحياة اليومية. وقد عبر بوصعب عن إعجابه بهذا المشروع المتقدم لما له من تأثير إيجابي في الثقافة الاجتماعية والحياتية للأطفال.